السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هالنهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف في تربية الارانب، وهو كيفية امساك الارانب بطريقة احترافية. يعني كاع الناس اللي يعني ملي كتمشيو للسوق مثلا ولا كتشوفوا شي واحد هاز الارانب، كاين المسكة الشهير اللي كلشي كيمسكها وهي خاطئة 100%، وهي اننا نشدوا الارانب ديالنا من الاذنين. يعني شحال من واحد كيشوف الارنب هو هذا هكا سمو كيقول يعني النقطة المرتفعة هي غادي نشدو من ودنيه ونهزو. كونوا متأكدين أن ديك الأرنب مسكين راه كتعداو عليه، وفي نفس الوقت هاد القراوش، حنا كنقول لهم القراوش كيكونوا هنا هكا، هادو راهم كيطرطقوا. شحال من من, من 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 واحد كتلقى ملي كيقلب الأرانب ديالو كيقيس في هاد الجهة هادي، كتلقاها ديما سخونة وهاد الجهة كتكون مطرطقة. حنا كنقول لهم مطرطقة كيوليو ودنيه ماشي واقفين تبارك الله بحال هكا، لا كتلقى ودنيهم غير طايحين ولا من هاد الجهه، من هنايا ديما عندهم ضرر في هاد الجهه. المهم حنا نشوفوا القضيه ديال كإنسانيا، يعني كإنسانيا ممكن اننا ندرسوا الفيزيولوجيه ديال الارنب. الارنب هانتوما هنايا ما يمكنش نشدو، هنا ما يمكنش نشدو في كرشو، ما يمكنش نشدو. شحال من واحد عاوتاني كاين واحد الناس الله يسمح لهم كيهزوه من الرجلين ديالو، يعني الرجل الخلفي، يعني كيجيو من الرجلين ديالو ويهزوه. شنو كيوقع؟ ان الارنب كيبقى يتخبط. شحال من واحد كيكون كيربي ارانب وما فاهم كيفاش يشد، ديما كتلقاه جهه الساعد ديالو من هاد الجهه مثلا، هاد الساعد كتلقاه ديما عنده هنايا جرح مجروح. ملي كيبغي يهزو يعني الارنب كيبقى يدور بحال هكا، كيخاف وكيبقى يدور هكا في الساعد ديالو، كتحسو بلي كاين الجرح ديما في هذاك المربي. علاش؟ لان ما فاهم كيفاش يمسك الارنب. ومسك ديال الارنب كيختلف ما بين الصغير والكبير، يعني ممكن ان هاد الصغار هادو عندهم مسكه خاصه بهم. علاش؟ لانهم ما تقالينش في الوزن، يعني خفافين. ممكن ان نوريكم المسكه ديال الصغار والمسكه ديال الكبار. نبداو بالمسكه ديال الصغار. انتم كما كتشوفوا معايا الصغار حالهم ساهل، يعني ممكن انكم ديما هي الاذنين اللي مش ضروري انكم ما تهزهمش من الاذنين ديالهم، راه هاد القراوش هادو كيطرطقوا لهم. المسكه ديال الارنب الصغير هكا غير هكا صافي، راه دابا راني ماسكو، ماشي مشكل. هانتوما ماشي من الظهر ديالو تهزوه هكا، وماشي تشدوه غير شده خفيفه هكا باش ما يتشنتفلوش الشعر ديالو هكا. هانتوما غير بحال هكا صافي، هكا راه مزيان. هذه هي الشده الصحيحه والاحترافيه. لاحظوا انني بحالني راه مبنج في يدي، ما يمكنش انه يبقى يتزعزع. انتم شويه وصافي، وديما ماشي تقربوه لعندكم هكا دوروا الاتجاه، لا هكا. انتم ممكن انني نهزهم كاملين بهذه المسكه هذه ونديرهم في الموقع اللي بغيت. انتم غير بحال هكا، انكم تكونوا قايسين الجلد ماشي تكونوا شادين غير الشعر. دابا هذه من المسكه ديال الصغار، لا بالنسبه ديال من بعد الفطام لا قبل الفطام، ديما هذيك هي المسكه غير من ماشي من الظهر وانما من الكتاف ديالو. رانا دابا نمشيو نشوفوا المسكه ديال الكبار. الكبار كما قلت لكم انتم هذا تبارك الله راه ذكر رومي، راه يعني جايب الميزان. كاين المسكه الاحترافيه واللي ممكن انكم تستعملوها، وهي ماشي من الظهر، ماشي من الخلف ديالو، ماشي من رجليه، ماشي من 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 كما قلت لكم ماشي من الاذنين ديالو، هنايا في الكتف ديالو. ولكن ماشي غادي تشدوه بحال هكا مثلا، هو ثقيل وتشدوه غادي يبقى لكم الزغف في يديكم، لا حطوا اليد ديالكم كامله بهذه الطريقه وكمشوا. سمو غادي تلقاوه، تلقاو واحد 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 الجلد كاين هنايا، هذا الجلد هذا هما اللي كدقوا فيه الابره ديال الموراجي. يعني كاين بخافاك هنايا، هاد الجهه هادي يعني ما كان فيهاش اللحم، فيها جلد سميك. هذا الجلد السميك ممكن انكم تحسوا به، يعني اللي عنده ارانب يشد هذه الجهه هذه ويشوف راه واحد الجلد سميك من غير اللحم. اللحم ها هو بعيد عليه، نتوما كتحطوا يديكم بالكامل بهذه الطريقه وكتهزوه بهذه الطريقه. انتوما لاحظوا معي انتوما، واخا يبغي يتركل ما غاديش ياذيكم. انتوما راه تبارك الله راه ثقيل دابا هذا، يعني ماشي يعني بالنسبه للارانب الصغار
او المتوسطي الحجم ولا البلديين. انت اجي ولدي شد معايا، انا غادي نوريكم مسكه اخرى. الى شد البوطه انتم ممكن انكم تحطوا اليد ديالكم هنايا باش تساعدوه شي شويه. انتم كتشدوه من هنا. شوفوا دابا انا بحال اللي بنجتو، صافي ما غاديش يبقى يتحرك. هانتوما هذه هي المسكه الصحيحه والاحترافيه اللي يستعملوها يعني الكبار المزارع. هذه هي المسكه ديالها. هانتوما بعثتوا عليا هكا، وهذه هذه اليد هذه ما هي الا حامل. هانتوما منين تبغوا تحطوه، هانتوما ها حطوه برفق هكا طلق صافي صافي. راه دابا راه مزيان يعني مسكه صحيحه 100%. بالنسبه للارنب هذه راه يعني ارنب ثقيل، يعني راه يقدر يكون فيه تبارك الله واحد نقولوا واحد 7 كيلو ولا 8 كيلو، ماشي بحال الارنب يعني هذا الرومي، هذا الرومي. اما بالنسبه للارانب البلديه راه المسكه ديالهم ابسط مما يكون. انتم هادو بحال هادو راهم في عمر نقولوا شهرين ونص، شهرين ونص. انتم كما العاده هكا لانه خفيف. الارنب الرومي ماشي هو الارنب البلدي. الارنب البلدي ساهل ساهل مسكين، ما كيتعصبش، ما كي اكثر الا شديتو هاد الشده هذه. انتم صافي هذه هي الطريقه. وهاد الشده هذه راني استعملتها انايا قدام ناس يعني في في في, في السوق، كيقولوا لك اشنو هاد الشده اللي راك شاد، يعني راك ما كتعرفش. ومنين يعني تكلمت مع الناس وشرحت لهم باللي راه هذه هي الشده المزيانه اللي الاحترافيه ممكن ما تضرهمش، لاحظت بعد مرور واحد الشهور لاحظت ان كاع الناس اللي كاينين تمايا ولاو كيشدوا هذيك الشده. يعني بحال اللي نقولوا تعليم، هو بمثابه تعليم. هانتوما اي ارنب بغيتوا تشدوه، هانتوما واخا يكونوا مجموعين ديما حطوا يديكم بالاكمل هكا كمشوا وهز. هانتوما ما غادي بحال اللي كتبنجوه، انا كنقول هذه العمليه بمثابه التبنيج. هانتوما منين تبغي تحطوه ماشي تطلقوا، باينه غادي تحطوه على الارجل ديالو هكا بما ما يبقاش يتركل وطلق صافي حيد يدك صافي. هذه هي يعني المسكه الصحيحه اللي ممكن انكم تعلموها، وما تبقاوش تاذيو الارانب ديالكم وما تاذيوش تنفسكم. يعني شحال من واحد من كيما قلت لكم السعيد ديالو من هذه الجهه كتلقى فيه واحد خباش وواحد الجرح في هذه المنطقه. هذه كلها كيكون يا اما هزو من رجليه، يعني الارنب تهز من رجليه وبقى كيدور حتى ضرب بالارجل الاماميه، ولما لا ممكن انه يعض، يعني لانك تهزو من رجليه هو خايف. واخا ما يكونش عدواني راه في ديك اللقطه غادي يخاف على راسو، غادي يولي كيعض. واخا يعني شحال من واحد ما غاديش يفهم علاش عضني، ولكن انت راك اديتيه حتى هو راه اداك 100%. الناس اللي كيهزو عاوتاني من الاذنين راهم كيرتكبوا يعني واحد الخطا فظيع، يعني كيتعداو على ديك الارنب. المسكه الصحيحه راني وريتها لكم، حاولوا انكم تتعاملوا مع الارانب ديالكم برفق، يعني ما تاذيوهمش. كنظن انني وصلت لكم المعلومه. الا كاين شي يعني معلومات جديده في هاد التقنيه اللي درت، مرحبا بكم في التعاليق الطيبه ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الطيبه، والناس اللي ما شاركوش معنا شاركوا معنا. ما تنساوناش بالرجام تكيو على الرجام باش تساندونا ونزيدوا القدام. القناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.